بالنسبه للاوفر يا جماعه، البدايه زي التستس بالظبط قبل الاسبوع السابع. قلنا ان في حاجه اسمها ايه؟ اندفرنت جونات. طب الاندفرنت جونات دول ثلاث انواع من الخلايا اشتركوا مع بعض عشان يعملوا الجونات ده. بس قبل ما نقول الثلاث انواع دول، عايز اعرف فين؟ فين كان تكوين الجونات؟ كان فين يا جماعه؟ في البنكس ولا في الابدومينال كافيتي؟ في اللامبر ريجن. طب بالنسبه للميزونيفروس كان المكان فين؟ ميديا. ميزونيفروس في اللامبر ريجن بيحصل بلج. ايه البلج ده؟ يقول لي حصل بلوريفريشن اوف حاجه اسمها سيلوميك ابيثيليوم. ايه هو السيلوميك ابيثيليوم؟ It is the lining of سيلوميك كافيتي. ايه هو السيلوميك كافيتي؟ اللي هو البريتونيال كافيتي في الجنين. فاهمين معايا اسمه كده؟ اسمه سيلوميك كافيتي. يبقى البطاطا اسمها ايه؟ سيلوميك ابيثيليوم. طيب احنا قلنا السيلوميك ابيثيليوم بيعمل حاجتين، كلمتين، ها؟ بروليفريت اند بنتريت. بروليفريت يعني يتكاثر، بنتريت ايه بقى؟ يقول لي بنتريت ذا اندرلاينج الخلايا الثانيه بقى نمره اثنين انترميديت ميزوديرم وتعمل بريمتيف 6 كورس. خلاص؟ طيب انا في وسط الكلام قلت نوع السيلز الثاني اللي هو مين؟ بعد السيلوميك ايبيثيليوم اللي مغطي جيت الريتش ده، في عندي حاجه اسمها انترميديت ميزوديرم. مين النوع الثالث؟ بريمورديال جيرم سيلز. دي جايه منين؟ من الكود البارك في يوكساك او غير البارك. ليه قلنا كده او كده؟ هو دول في احتمال ناس كده وناس كده؟ هي بتبدا في الظهور في الاسبوع الثاني، والاسبوع الثاني ده قبل الفولدنج بيبقى في حاجه اسمها يوكساك. بعد الفولدنج في حاجه اسمها جت. فعشان كده الخلايا دي جايه من الكود البارك في يوكساك او الاول اوف هاين جت. طب ازاي بتوصل؟ ازاي بتوصل للجناد اللي بيتكون؟ بيقول لي ثرو دورسال ميزنتري اوف ذا جت. مايجريت ثرو دورسال ميزنتري اوف ذا جت، وتختار انها تقف مع مين. انت عندك دلوقتي الجناد عباره عن ايه؟ عباره عن بريمتيف 6 كورز وبينهم انترميديت ميزوديرم، مفصولين عن بعض بالانترميديت ميزوديرم. الخلايا اللي جايه دي هتقف في الانترميديت ميزوديرم ولا تقف في 6 كورز؟ هي اسمها 6 كورز، تمام؟ بس دلوقتي بس اسمها ديفينيتيف ايه؟ 6 كورز. ايه اللي بيحصل في الاوفري؟ يقول اللي بيحصل في الاوفري في الاول اللي هو ان الفيرست جنريشن اوف كورز ظهرت، بتروح للمظله تنفصل عن السطح ده وتروح لقلب الاوفري وتتحول الى فاسكولار ستروما، تملى المظله. تملى المظله بتشوف اسمه ايه؟ فاسكولار ستروما. يبقى المكان اللي فاضي لسه للاوفري تحت السطح على طول اسمه كورتكس. ويظهر سكند جنريشن اوف 6 كورز برضه ويجي لها بريمورديال جيرم سيلز، بس المره دي السكند جنريشن مش هيختفي. امال هيحصل له ايه؟ هينفصل عن السطح زي اللي قبله ويتقسم الى كلاسترز. الوردات اللي انت شايفينها دي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن برايمري اوسايت اللي كانت اوجونيا في الاول، اوجونيا او برايمري اوسايت دي مرحله ثانيه منها، لان الاوجونيا لما بتتكلم سنه اولى بيكبر بيتقسم برايمري اوسايت. اوكي؟ فاقول اوجونيا او برايمري اوسايت وحولت خلايا اسمها فوليكولار سيلز. الدوائر دي الوردات اللي انتوا شايفينها دي ملهاش مكان تقف فيه غير الكورتكس، لان المظله اتملت باول جنريشن ظهر وحصل له جنريشن، يبقى السكس كورتس في الاوفري بتحصل على مرحلتين، على عكس التستس كانت مرحله واحده بس وكانت الكورتس بتكبر وتروح لقلب التستس ولا تختفي. فسموها مظله ريكورد تمييزا عن اللي بيحصل في الاوفري. تمام؟ التستس كورتس كانت مرحله واحده بس كانت بتنفصل من السطح زي الاوفري بالظبط، لكن ما تقطعش، كانت بتتني وتعمل هور شو، واطراف الهور شو بيقابلوا بعض ويعملوا ريد تيستس ويتش كوميونيكيتس ويز فازا فرنش. ده قصه تيستس. لكن في الاوفري يقول لي بيحصل تو جنريشنز ولم يفسر ليه. لكن احنا فكرنا مع بعض، حيت فكرنا مع بعض يعني لا تكتب في الامتحان. دي مجرد بس بعلمكم ازاي نفكر، لان الناس اللي هي بتقول تفسيرات برضه فكرت، بس مهم يكمل تفكيرها بحث بيبر، حاجه اسمها بيبر او ريسيرش، ويتنشر ويبقى ابروف وينزل في الكتب بعد كده. يا جماعه دول توصلوا. طبعا البحث ده في اكسبيرمنت، في اثباتات، في صور، تيجي من الفكره اللي احنا بنقولها زي دلوقتي. طيب طول ما هي فكره يبقى ما تتقالش غير لما تتاكد ايه؟ في كتاب. ما دام اتكتب في كتاب يبقى اتعمل في بحث قبل كده. فاهمين يا جماعه؟ عشان يمكن الفكره دي تاخدوها بعد كده انتوا لما تكبروا وتعملوا ابحاث ويبقى يتكتب اسمكم. وممكن نختار
الكورز نسميها مثلا سوزي كورز مثلا على اساس ان هي اللي عملتها، او حنان سكورز او اشرف سكورز وات ايفر بقى. المهم ندخل شويه اسامي عربي يا جماعه، المصطلحات بقت صعبه علينا جدا، دخلوا لنا شويه اسامي عربي. في دكتور كان اسمه احمد شفيق الجراح الله يرحمه دلوقتي، هو مات. الراجل ده كان بيعمل عمليات جسم خصوصا في الكانسر كله، يعني هو بيعمل ديزاين عملية من حقه يقول شفيكس اوبريشن. برضه عندنا دكتور في الاسم في اناتومي وصف ان عضلات البطن مش ثلاث عضلات بس، ست. عمل بحث وقعد يعمل يقطع ويعمل سكاشن ويعمل هيستولوجي ويظبط ومش عارف ايه، وصل وراح بعتها اللي بيعملوا جريت، راحوا نزلوها باسم الله يرحمه. يعني مش قصدي ان كل اللي بيكتشفوا حاجه، لكن هي صدفه. لا يا دكتور احنا مش هنكتشف. بعد سن 80 طبعا خلاص بقى شبعنا، ممكن يكتشف حاجه ونتكل على ربنا. بعد ما ناخد لقب او اسمنا ينزل مرجع ناخد لقب مرجع. المهم عرفتوا الفرق بين الاوفري والديسس يا جماعه؟ هما الاثنين بيحصل لهم عمليه اسمها ايه؟ ديسنت. قبل ما ينزل ما ينزلوا. انتوا عرفتوا ان الديسس كورس بتعمل ستايل هور شو وريد ديسس وكوميونيكيت مع الفوزا فرنش اللي هي مين؟ سيمي نيفرس تيوبيولز. These هي البازل. طب السيم ديفرنس تبيوت دي مش موجوده في الفيميل، مش موجوده جنب الاوفري، موجود ليها استعمال؟ لا. هيفضل منها بواقي؟ ايوه. ايه البواقي دي بقى؟ كان اسمين صعبين ويمكن الدكتور الزيلي قرب معاك ويوصله هو خلص معاك يورينري بلادر وتقريبا يعني خلاص بعد كده ريكتم. بعد ما يخلص ريكتم كده هيدخل بقى على اليوترس وهناك هتشوف الاوفري بقى تعرفه الاب واوفورم والبار واوفورم. والميزوليفريك دكت، الميزوليفريك دكت في الفيميل ليها استعمال؟ في الميل بتعمل الجديد اللي بتعمل فاز، لكن في الفيميل في فاز هيفضل بواقي منها برضه، هيفضل جزء منها كوميونيكيت مع الدكتس اللي اسمها ايه اوفورن جنب الاوفري، واللور اند منها هيفضل برضه جنب الباجينا حاجه اسمها جارتنر دكت، حاجه اسمها جارتنر دكت، وهقول الكلام ده تاني لما اخد حاجه اسمها جينيتال دكتس بعد الاوفري على طول. يبقى دي بواقي الميزوليفريك دكت يا جماعه اللي في الفيميل ملهاش استعمال غير عشان تطلع الوتريك باد لو تفتكروا، عشان تعمل الكدني وعشان تعمل الترايدول، يعني الحته دي زي الميل بالظبط. في بعد ذلك الميزوليفريك دكت تفضل في الميل اكتر وتعمل بقيه البيدنس والفاز ويطلع منها سينيال بيسكل وشكلات دكت، كل ده مش في الفيميل. بعد الميزوليفريك دكت في الفيميل ما تعمل اليوريتريك باد والترايدول يفضل بواقي منها الابر اند واللور اند. الابر اند متصل بالايب او فور واللور اند جنب الفاجينا جارتلر ايه ده؟ ايه ده بقى؟ يقول لي الاوفري زي التست بتتكون فين؟ في البوستيرو ادونا نور. طب الاوفري في البوستيرو ادونا نور ولازم تكون جنب اليوتراين تيوب في اليوترس في البلف كافيتي؟ يبقى لازم يحصل الاوفري يا جماعه. اللور اند اوف ذا اوفري في باند اسمها جوبرناكلر. هذا الباند ماسك اللور اند اوف اوفري زي التست بالظبط. وماشي ريترو بريتونير وداخل في الانجوانا كانال ورايح لليبيا ميجورا. اصل اللي عمل الليبيا ميجورا هو اللي عمل سكروتر. حاجه اسمها ليبيو سكروتر سويلينج او جينيتال سويلينج. هذا السويلينج هيبقى فيوزد مع بعض اثنين يمين وشمال يبقى فيوزد مع بعض من سكروتر في الميل نون فيوجن في الفيميل يعملوا ليبيا ميجورا. عشان كده هذا الجبرناكلا اللي هيشد الاوفري اللور اند بتاعه في الفيميل مفيش سكروتر. ايه البديل للسكروتم؟ ليبيا ميجورا. اقول لكم حاجه ثانيه كمان. دكتور زيني لما يديكوا البرينيوم في ارتريس في نيرفز فتلاقي مثلا يقول لك ايه؟ بوستيرو سكروتر ارتر. طب ده في الميل. في الفيميل اسمه بوستيرو ليبيا. المقابل. تمام؟ تمام. تعالوا نشوف بقى الديسنت اوف ذا اوفري هل هيخرج بره البودي ولا هيبقى في البلفيك كافيتي؟ يقول لك انت عندك الجبرناكلم اللي ماسك الاوفري فوق ونازل تحت لغايه الليبيا ميجورا. قبل ما اقول ايه اللي بيحصل حد يقول ايه دول؟ دول الليبيا وفورا. They are not communicating with the ovary. طب دي ايه دي؟ ده الابر بارت اوف ذا دكت اوف ميز نيفرس. اللي عمل الدكت اوف ايه؟ اوف اوف ايه اوف فور والكلام ده هناخده بعد كده مع الاناتوم. المهم الجبناك لما يفضل يشد الاوفري ريترو بريتونيا لغايه لما اوصل لللاترال وول اوف بيلفي كابتي ويلزق في السايتوفيوتس. الجبناك لما وهو نازل على السايد اوف ذا يوترس بلو ذيس تيوب. مين التيوب دي؟ دي الفالوبيا. هذا الجبرناكلم يفضل يشد الاوفري لغايه فين؟
لغايه الاخر البلف كور، وبعد كده يحصل له ايه؟ يتوقف عن النزول. ليه؟ اصله بيكام فيوز ويز ذا سايد اوف ذا يوترس. بيلو مين؟ بيلو ذا يوتراين تيوب او فالوبيان تيوب. ثم يتحول الى ليجمنتس. من الاوفري لليوترس اسمها اوفري ليجمنتس، ومن اليوترس لبره اسمها ايه؟ راوند ليجمنت. يبقى انا دلوقتي في التست في الاوفري بتكلم على حاجتين. التكوين الداخلي، يعني لو عملنا مقارنه التكوين الداخلي في التستس والاوفري، ايه الفرق بينهم؟ مصادر الخلايا واحده. المرحله اللي قبل الاسبوع السابع اللي اسمها الديفرنت جونات واحده. واحده ازاي يا دكتور؟ يقول لك عندك سينوميك ايبيثيليوم بيعمل حاجتين. مين هم؟ بروليفريت اند بنتريت. متخصصك في هذا. بروليفريت اند بنتريت. ويعملوا ايه دول؟ 6 كورس. بريمتيف 6 كورس. مين نوع الخلايا اللي تحتهم؟ انترميديت ميزوديرم الذي يفصل البريمتيف 6 كورز عن بعض. امتى هيبقوا ديفينيتيف؟ لما يجي لهم بريمتيف او بريموردال جانب سيلز. منين؟ من اليوكساك يا دكتور او اليوول اوف زاين جاد. طيب هم ابتدوا يظهروا في اليوكساك وبعدين يحصل فولدنج ويظهر ميزنتري. فيوصلوا ازاي للجناد؟ عن طريق مايجريشن ثرو ذا دورسال ميزنتري اوف ذا جاد. طب البريموردال جانب سيلز دي لما وصلت للانديفرنت جناد هتقف في وسط البريمتيف 6 كورز ولا بينهم؟ في الوسط. بريمتيف 6 كورز يبقوا ديفينيتيف ايه؟ 6 كورز. طيب بالنسبه للتستس والاوفري لغايه دلوقتي زي بعض، هيختلفوا بقى دلوقتي عن بعض. ان دلوقتي الكورز هنا وهنا هينفصلوا عن السطح اللي هو السيلوميك ابسيليوم. في التستس كورز مش هيختفوا، هيتنوا ويعملوا هول شو ويتقابلوا ويعملوا ريد تستس. خلاص. طب في الفينين اول جينيريشن ظهر من الكورز والجينيريت ويروح المظله يملاها فاسكولار ستروما، وتاني جينيريشن هينفصل عن السطح ويتقطع، مش هيتني زي اثنين، لا يتقطع الى كلاسترز وردات اسمها بريموردال فوليكل. كل واحده فيهم فيها اوجونيوم او برايمري اوسايت، لان الاوجونيوم ما تكبر تبقى برايمري اوسايت عشان لو حد قراها كده او كده ماشي. وحواليها طبعا الخلايا اسمها ايه؟ فوليكولار سيلز. وعرفنا او فكرنا بمعنى صح ليه اول جينيريشن راح عمل المظله وساب الكورتكس بس هو اللي فاضي، عشان الفوليكلز تبقى على سطح الاوفري، ولما تعمل اوفيليشن ما تعملش اوفيليشن جوه في قلب، تبقى نير السيرفس فتطلع الاوفيليشن ايه بره. هما الاثنين يحصل لهم ديسند بحاجه اسمها جوبرناكلم، والجوبرناكلم ده ماسك في اللور اند بتاع التست الاوفري ويشد التست اوفري ريترو بريفريال. تمام؟ طيب مين اللي يطلع بره؟ التستس انجوال كانالس بروتو. لكن مين اللي يفضل في البلف كافيتي؟ الاوفري، لان الاوفري بيتشد بالجوبرناكلم، والجوبرناكلم اول ما يوصل الاوفري فين؟ على اللاترال بلف كول، يلزق في اليوترس. تحت مين؟ تحت خروج تيوب اسمها ايه؟ فالوبيان تيوب، ويتحول الى اثنين ليجمنتس. من الاوفري لليوترس اوفري، ومن اليوترس لبره عن طريق الانجوال الكلام ايه؟ راوند ليجمنت. اهي دي الاوفري ليجمنت، وده يا جماعه ده الراوند ايه؟ ليجمنت. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في تكوين الاوفري؟ يقول لي اول حاجه جوناد الديسجينيسيس، لو فشلت الاوجونيا اللي هي بريمورد جيرم سيلز انها توصل للاوفري، يبقى الاوفري ده ما فيهوش فوليكلز، يبقى الاوفري ده مش شغال، مش هيحصل له بعد كده الاوفيليشن والمنستريشن والسايكلز اللي انتوا عارفينها، لانه ما فيهوش فوليكلز. تمام؟ فيسموا ده ايه؟ جوناد ديس يعني غلط، صعوبه، ديسجينيسيس ما تكونش كويس. اوفيرين هايبوبليسيا بقى اعتقد مش موجوده في الكتاب عندكم. كلمه هايبو يعني قليل، يعني ايه يا دكتور؟ يعني بريموردال سيلز، بريموردال جيرم سيلز اللي راحت للاوفري قليله. فيو نمبر، فيبقى عندها ايه؟ فوليكلز قليله. يبقى يحصل لها ميوبوز بسرعه لانها هتستهلك الفوليكلز، الفوليكلز اللي بتتكون ويتولد بيها البنت ويبتدي بيها سن البيبرتي عددها ثابت. مش لو قليله تكتر، لا لو قليله هم نفس العدد القليل هتكمل بيها الاوفيريان سايكلز وتخلصهم ويبتدي يحصل ميلوبوز بقى. ده اسمه ايه؟ هايبر. يبقى لو نمبر اوف بريموردال فوليكلز. امال ايه الاكس واي في ميك ونادر ديسجينيسيس؟ فاكرين اس ار واي؟ يقول لك الميل بيبقى اكس واي والواي كروموزوم على الشورت ارم منه في منطقه اسمها اس ار واي، يعني 6 ديترمايننج ريجن. وهذه الريجن بتطلع فاكتورز تأثر على حاجتين، تأثر على الضغط جنتال ضغط فتحافظ على الميزونفريك وتموت الضغط الثانية اللي هقولكم عليه دلوقتي مش حرقت. وتخلي الجينيتال ريدج أو الجناد يمشي في سكة التستس. عدم وجود الواي هيمشي في سكة الأوفري أوتوماتيك.
تمام؟ طيب افرض الطفل ده عنده ميوتيشن لخبطه اس ار واي بتاعته مش سليمه، يبقى يحصل ايه؟ يبقى عنده الجونادز والجينيتال اكسنرجي الثانيه لوكس لايك ا فيميل، فيسموها ايه بقى؟ هيبقى عامل زي الفيميل اكس واي فيميل، يعني يا جماعه دي الفيميل اللي عندها اكس واي بس الواي بتاعتها الاس ار واي بتاعتها منطقه الاس ار واي بتاعتها بايظه، واحنا عارفين المنطقه دي مهمه قوي علشان تمشيني في سكه ايه؟ الميل. طب لو مش موجوده المنطقه دي او بايظه يبقى ده فيميل، بس لما يعملوا لها كروموزومات اللي هو اكس واي بس هي فيميل، تمام؟ فيسموها سواير سندروم او فيميل اونادل جيسس، يعني دي هيبقى عندها اوفري تمام، لكن مش شغال كويس مش نورمال لانها اكس واي مش اكس اكس، فاهمين معايا؟ الاس ار واي اللي موجوده اللي هو ما هياش مختفيه ما هياش ابسنت، هي ميوتنس يعني هي موجوده بس ضعيفه، فتلاقي ان في مشكله في لخبطه في تكوين، ما هواش ولد ما هواش ميل لان الاس ار واي مش طبيعيه، وما هواش فيميل لان الاس ار واي موجوده ولكنها مش نورمال، كيف هو اللي حصل كده ولكن بيقولوا عليه يا جماعه لان هو ما عملش الميل سكس كاركترز اللي هي التستس، ما عملش التستس وما عملش الداتس بتاعت الميل جينيتال سيستم، فبيصنفوه كانه ايه؟ فيميل، لان انا قلت ان الاس ار واي دي لو مش طبيعيه هيمشي في سكه الفيميل، فالاكسترنال جينيتال لوكس لايك فيميل، لما يتولد ده ده بنت مش هيكتشفوا ان هو كان اكس واي لب كروموزوم اناليسيس، فاهمين؟ فده فيميل، لكن هل هو في ميل نورمال؟ يقول لي لا ما يقدرش يقول عليه في ميل نورمال لانه اكس واي مش اكس اكس. تمام؟ تعالوا بقى اخر حاجه في الفيميل هنعمل ايه؟ حاجه اسمها فيميل سودو هيرمو فرودايت. ايه دي بقى؟ فاكرين لما قلت يا جماعه الميل سودو هيرمو فرودايت؟ قلت ايه؟ عن تستس لكن اكسترنجي تاني لوكس لايك فيميل. طب الفيميل سودو هيرمو فرودايت عندها اوفري لكن الاكسترنجي تاني لوكس لايك ميل. ايه الحكايه؟ يقول لي في كروموسوم الانومي بيزود فورميشن اوف اي سي تي اتش من البيتري جلاند بتطلع كتير، وده بتروح من السوبر رينال جلاند خلاها تطلع اندروجينز كتير، والاندروجينز دي بتخلي الاكسترنال جينيتاليا لوكس لايك ميل، لان الاندروجينز ده ميل سكس هرمون، تمام؟ فبيخلي الاكسترنال جينيتاليا لوكس لايك ميل بس هي في ميل، فاهمين؟ يعني عندها اوفر، يبقى عندها اوفري لكن الاكسترنال جينيتاليا لوكس لايك يا جماعه لايك امين. الهيرموفودايت اللي هو ده غالبا جابوها من الاسطوره الاغريقيه اللي هو الاله اللي عنده الاثنين سكس، معرفش الفواريخ الكلام ده ولا لا، فان هو ده عندها اوفري بس الاكسترنال جينيتاليا لوكس لايك امين، فكان في دبل سكس، هو مش دبل سكس زي ما انتم عارفين لان هي في ميل فعلا لكن عندها كروموسوم الانومي خلى البيتيوتري يطلع ايه؟ اي سي تي اتش كتير، راح فين ده؟ راح للسوبر رينال جلاند يطلع ايه؟ اندروجينز كتير، يبقى عندها اندروجين، يعني دي نعمل لها اناليسيس؟ لا اناليسيس، لا الاندروجينز نسبتها ايه؟ عاليه، هي فيميل تمام؟ وعندها اوفري لكن اكسترنال جينيتاليا لوكس لايك ايه يا جماعه؟ لايك مين؟ ايه الانوميليز في الاوفري؟ ايه الانوميليز في الاوفري يا جماعه؟ مين يقول معايا؟ اول اثنين ديس جينيسيس مفيش فوليكلز، هايبوبلازيا لو نمبر، خلاص الاثنين دول سهلين؟ تمام. في عندي كمان حاجه اسمها اكس واي جونادال جينيسيس اللي هي ايه؟ ميوتيشن لخبطه ابنورماليتي في الاس ار واي، وده اكس واي كروموزوم تمام، يعني المفروض ان هو جينيتيكالي ميل لكن لخبطه في الاكس ار واي خليته ايه؟ ما بقاش ميل كومبليتلي، لا هيمشي في سكه الفيميل اكتر لكن الجينيتيك بتاعه اكس واي، فما هوش نورمال فيميل ولا نورمال ميل تمام. اخر حاجه الفيميل سودو هيرموفرودايت، ايه اللي حصل؟ مين يقول القصه؟ بيفيد رجلان طلع كتير، ده ابنورماليتي كروموزومال ابنورماليتي طلع اي سي تي اتش، ده بيروح فين؟ سوبرينا جلاند يعمل فيها ايه؟ اندروجينز، والاندروجين تروح للاكسترنال جينيتاليا تخليها شكل مين؟ معناها في مين؟ اكس اكس تمام؟ في حاجه ثانيه مش مكتوبه يمكن هنا اسمها ترنر سندروم. ترنر سندروم دي عندها اكس زيرو يعني الخلايا بتاعتها 45 كروموزوم مش 46، في حاجه ميسنج تمام؟ هل الاكس زيرو نعتبرها ميل؟ هي في ميل تمام؟ بس عندها ميسنج اكس، دي بتبقى قصيره بنشخصها ازاي قبل ما نعمل، مش هنعمل جينيتك اناليسيس للكل يعني، بيبقى عندها انفرتيلتي
وعندها شورت ستيشن وعندها سكيب فولد في رقبتها. يعني تلاقي سكيب فولد طلع كده هو لاترالي، منظر مميز جدا للاكس الميسنج ده. وانتوا عارفين ايه سببه؟ ايه سبب نقصان؟ لخبطه في حاجه اسمها فيرست مايوتيك ديفيجن. يا جماعه المايوتيك ديفيجنز عندنا نوعين، مايتوتيك وده بيحصل في الجسم كله بما فيه الجينيتال سيستم، لكن الجينيتال سيستم فيه ديفيجن مخصوص بيحصل فيه عشان نعمل ريدكشن النمبر اوف كروموزوم. حاجه اسمها فيرست مايوتيك ديفيجن. ايه الفيرست مايوتيك ديفيجن ده؟ يقول لي انت عايز تخلي الخليه 46 تبقى 23 23، ازاي يا دكتور؟ يقول لك ال 46 كروموزوم هيقفوا كابلز. كام بير؟ 46 يعني يبقى 23 بير جنب بعض، وهم واقفين جنب بعض بيتبادلوا النيوكليار ماتيريال، يحصل حاجه اسمها كروس ماتش. بس المفروض نورمال ينفصلوا تاني بعد ما يخلصوا العمليه دي، ينفصلوا كل واحد يروح في ناحيه عشان تبقى كل خليه فيها كام كروموزوم؟ 23. لا ده في اثنين ما سابوش بعض وراحوا في ناحيه وسابوا خليه 22 بس، فالاوفسايت اللي هي 22 بس دي ما فيهاش اكس. لما دخلها ودي غالبا بتحصل لما يعني البيبي اللي هم اكتشفوه لما السبرم اللي دخل اكس بره، هي اصلا ما فيهاش اكس ودخلها اكس، يبقى فيها اكس زيرو. كان المفروض يبقى الاوفسايت دي فيها اكس زي الاوفسايت الثانيه، الاثنين اكس راحوا في ناحيه واحده وسابوا لي الاوفسايت دي فين؟ من غير اكس خالص. فلما دخل السبرم من اكس بتاعته بقى اكس زيرو. طب الخليه الثانيه اللي فيها الاثنين اكس لما يجي لها الواي يبقى اكس اكس واي، حاجه اسمها كلاين فلتر سيندروم. كلاين فلتر سيندروم اللي كان عنده جاينيكوماستيا وانفيرتيليتي في الميل، تمام؟ طيب دلوقتي تعالوا نبص بقى على الموضوع الثاني اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو جينيتال باتس. نفتح الصفحه بتاعته. براتو بريتو كله بريت. سوبر فيش الفشة عندك ومصنص. ممكن يضحك عشان خاطر الممنوع. هتعرفوا دلوقتي ان احنا عندنا ميزوليث الضغط صحيح، وعندنا حاجه اسمها باراميزوليث. الميزوليث الضغط ليها اسم اخر اولفيا، والباراميزوليث ليها اسم اخر مولاريا. مولاريا من ضمن الفاكتورز اللي بتطلع من الاس ار واي حاجه اسمها ام اي اس مولاريا انهبيتنج سبستنس، علشان تشيل المولاريا ضغط لان احنا مش عايزينها في الميل. لان هتعرفوا دلوقتي مولاريا ضغط هتعمل نوترس وفاشاينا، مفيش اي احتياج ليه في الميديا، لازم يختفي هذا المولاريا. تعالوا قبل ما نتكلم على الضغط الجديده اللي اسمها باراميزوليفري ضغط نفتكر او نشوف مع بعض حاجه جايه في البيبس قريب خالص. ده ايه ده؟ ده اوفر. خلاص يا جماعه خليك معايا. ده ايه دول؟ ده الاوفر. مين شاطر يقول لي تحت البريتونيوم في ليجامنت؟ مين دي؟ ايه الليجامنت اللي بين الاوفري وبين اليوترس؟ اوفري. كان اصلها ايه؟ دي كان اصلها كرينيال بارت اوف شبرناتلا. معلش بس الولاد بيردوا والدكتور بيردوا. هو الصيف اصلا لسه ما دخلش مامي. لو قلت النهارده بيقولوا حرق 34 بس يسر لسه ما شدتش. يلا يا جماعه ايه دي؟ فالوبيان تيوب او يوتراين تيوب. يبقى مين دوت؟ اليوترس الحته الفوقيه دي منه اسمها فندس وبودي، واخر حته في اليوترس اسمها سيرفكس او عنق الرحم. يبقى اجزاء اليوترس ايه؟ فاندس بودي. ايه الفاصل بينهم؟ خروج التيوب دي اعلى منها القبه دي اسمها فاندس، تحتها بودي، والبودي بيبقى واسع وينزل على ضيق. اول ما النروي بتاع البودي يقف وينزل يونيفورم دايمتر اسمه سيرفكس. طول ما البودي بينزل بيضيق 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 وبعدين فجاه ينزل وزاوت نروي. شوفنا دي اسمها السيرفكس.
وبعد السيرفكس دي اسمها ايه؟ فاجينا. ده منظر تاني. هنا الحته اللي فوق دي الفانجس، اهي التيوب اهي. طبعا ده ساجيتال سيكشن. مش البلفس فبيوريك نص كل حاجه. فده الفالوبيال تيوب، والاند بتاع الفالوبيال تيوب فيه صوابع اسمها الفيمبريال نايمه على سطح الاوفري عشان اي حاجه تطلع من هنا من سطح الاوفري. الاوفيليشن يا جماعه بيبقى معاه هوتنس وفي فلويدز بيطلع من مكان الاوفيليشن. مين بيحس ده؟ الفيمبريال. حاجه اسمها كيموتاكسس، الكيميكال اللي طالع نتيجه البرفوريشن اللي هيحصل، وسيرموتاكسس فيبتدي الفيمبريال تتحرك زي سويبنج زي الممسحه تمسح سطح الاوفري عشان ما تخفضش الاوفيليشن اللي احنا مش عارفين طلع منها نقطه. عشان تقول لي هي بتشوف ازاي الفلوبيال تيوب وتلقط ازاي الاوفن دي من سطح الاوفري؟ يقول لي بتحس مش بتشوف. فاهمين معايا؟ تمام. طيب هنا فندس بودي والحته التحتيه دي اللي دخلت جزئيه جوه الفاجينا سيرفكس بيدخل جزئين جوه الفاجينا. لو ده اليوترس وده الفاجينا انتيرو فاجينا بيستقبل دخول جزء مش كل جزء من مين يا جماعه؟ من السيرفكس. وبعد كده عندنا الفاجينا وهنا بيبقى فيه عضله طبعا بتاعت البلفيك فلور اللي انتوا عرفتوها. وبعد كده هو بيبقى فيه قبل الفيستيبيول والفاجينا بيبقى فيه ممبرين اسمه الهايمن، والهايمن ده بيبقى بيرفوريتد بيبقى موجود بقى بيرفوريتد تمام فور باسج اوف بلاد ديورينج ايه؟ ديورينج منستريشن. لازم نعرف كل حاجه جت منين. اول حاجه نسمع ان اليوترس بتيوب والفاجينا جايين من دكت اسمها بارا ميزونيفريك دكت. الدكت هتعمل اليوترس وهنشوف ازاي دلوقتي. طيب جت منين البارا ميزونيفريك دكت دي؟ ممكن حد يديني ورقه اشوف كويس ازاي؟ ورقه مش مهم يكون مكتوب فيها يعني. شكرا. ده البوستيريور ابدومينال وول بتاع البيبي. وهنا الميزنتري واقف كده. الميزنتري بتاعنا كده اهو. نفس الكلام هنا زي الكلام هنا. هيبقى فيه جينتا ريتش في المنطقه دي بارش كده، وبعدين ميزوديفروس بيعمل ميزوديفر دكت في اللاترال بارت بتاعه. انا عايز بقى لاترال ميزوديفر دكت يا جماعه. ادي السيلوميك ميسيليوم اهي. انا جوه السيلوميك كابيتال، انا جوه السيلوميك كابيتال. بيحصل ايفاجينيشن. هذا السؤال. بيحصل ايفاجينيشن يعني بيطلع كده فولت ويلم على بعضه، وبعدين يحصل فيوجن بين الطبقتين دول وتنفصل دكت تحت البريتور تحت السيلوميك عشان احنا لسه جنين. الدكت دي يا جماعه اسمها لانها بجوار الميزونيفريك دكت راح سموها ايه؟ بارا ميزونيفريك دكت. ليه اسم اخر؟ مولاريان دكت. هذه الدكت اتكونت من ايفاجينيشن اوف سيلوميك لايننج، هيفضل الابر اند بتاعها كوميونيكيتنج مع السيلوميك كافيتي، وبقيه الدكت صارت تنفصل تماما. اول تاني السيلوميك كافيتي اللي هو البيتونيال كافيتي في الجنين. في حد تاني مش عارف ده؟ السيلوميك كافيتي هو البيتونيال كافيتي في الجنين. معايا يا جماعه؟ تمام. طيب السيلوميك كافيتي اللي هو مبطل اهو في الصوره اللي فوق اهي. شايفين هنا الكافيتي وده الدورسال ميزنتري، ده الجينيتال ريدج. وهنا الميزوليفوس. لاترال ميزونيفريك دكت. فين الميزونيفريك دكت يا جماعه؟ اهي اللي فيها لاترال اند بتاع ميزونيفريك تيبيول. لاترال ليها الابر بار بتاع الدكت بيتكون. بصوا معايا البار ميزونيفريك دكت. بصوا هنا حصل ايه؟ ايفاجينيشن فروم مين؟ فروم ذا سيلوميك ايبيسيليا. يعني الدكت تحت السيلوميك ايبيسيليا، بس الدكت تفضل متوصله بالسيلوميك كافيتي. هتفهموا ليه دلوقتي. الابر اند بتاعها هيفضل كوميونيكيتنج مع مين؟ مع السيلوميك كافيتي فقط الابر اند، لكن بقيه ده سوف ينفصل تماما عن السيلوميك ايه؟ ابيسيلي. هذه البارميزون اهي يا جماعه. دي البارميزونيفريك دكت اهي، ودي مين؟ الميزونيفريك. طبعا هنا مش رسم المرحلتين اللي عملتهم قبل كده، بس باعتبار ان انتوا فاهمين ان هنا اهو الطبقه دي هتنزل جوه تبتدي جوه تعمل فولد، وبعدين تنزل تاني وتنفصل الدكت دي تعمل دايره كامله. بصوا معايا في الصوره دي، قبل الاسبوع السابع زي ما كان الجونات ما احناش عارفين ده مين ولا في مين، وسمينا المرحله دي انديفرنت جونات. قبل الاسبوع السابع بيبقى في تو دكت سيستم. سواء مين او في مين؟ ايوه يا دكتور في الاثنين موجودين. فهتلاقي ده مين الموف ده؟ ده الميزونيفريك دكت اللي هو الاند بتاعه راح للبريمتيف يورو جينيتال ساينس وفتح فيها، ولما فتح فيها قسمها دورين، الدور الفوقاني اسمه فيزايكو يوريسترال كانال، والدور التحتاني سميناه ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. ده مين دي؟
الميزو ديفرنت بقى في المين هتفضل قاس ابليدمس بعض ابليدمس وبعض ديفرنس ويطلع منها اشكالات ريدكت وسيبنا الميسك. مين وفي مين الميزو ديفرنت بقى دي هتعمل اليوريتر والترايجون الاثنين زي بعض. طب بقيتها في الفيميل يفضل از ايه؟ الابر بارد منها هيفتح عليه شويه تبيولز ويقولوا عليه دكت اوف ايب او فور. واللور بارد بتاعتها هيفضل جنب الفاجينا ويعمل ايه يا جماعه؟ جارتنر دكت. دي مين دي؟ دي الميزونيفريك دكت. احنا دلوقتي هنتكلم على مين؟ على الثانيه الاورنج. مين بقى بار ميزونيفريك دكت اهي؟ طب نعرف عنها ايه؟ بار ميزونيفريك دكت كونت منين؟ ايماجينيشن اوف سيلوميك ميسيلين. وهتبقى تحت السيلوميك كافيتي تحت السيلوميك لاينينج. ليها ابر اند وليها لور اند. الابر اند عرفناه ان الابر اند كوميونيكيت والسيلوميك كافيتي. الابر اند والفورم فينجر لايك بروسيس اسمها فيمريا. فاكرها فين دي؟ في اخر الفيرتو. لكن اللور اند از بلايند. يعني ايه بلايند يا دكتور؟ اللور اند بلايند يعني مقفول. اند ات كامز تو ذا باك اوف ذا ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. اللور اند از بلايند او ار بلايند عشان اتنين دوتس وهيبقوا ان كونتاكت مع الباك بتاع الديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. اما ده مين؟ فيزايكو يوريسرا كلام بتاعت البلاذر يا جماعه. طب مين الابر اند؟ شايفين الابر اند عامل فيمبريا ازاي؟ يبقى الابر اند كوميونيكيت مع السيلومي كافيتي وعامل فيمبريا. ما بين الابر اند واللور اند؟ ذا بار ميزوليفريك دكت هاز تريبل ريليشن ويز مين؟ ويز ذا ميزوليفريك دكت. فالاور سيرد اوف ذا دكت از لاترال تو ذا ميزوليفريك دكت. الميدل سيرد از فنترال. يعني ميزوليفريك دكت كده والبار ميزوليفريك نازله كده كده وبعدين تعدي قدام الميزوليفريك بعد تبقى ميديا. تريبل ايه؟ تريبل ريليشن. فالبار ميزوليفريك دكت اللي هي براون دي يا جماعه في الابر بارت منها بيبقى لاترال ميزوليفريك. الميدل بارت هيبقى فنترال للميزوليفريك دكت. الميدل اللور بار هيبقى ميديان للميزوليفريك دكت ويبقى ان كونتاكت مع الازر دكت. لاول مره البار ميزوليفريك دكت يقابلوا بعض. فين؟ في اللور سيرد. بتوين مين؟ بتوين ذا تو ميزوليفريك دكتس. تمام؟ واللور اند بتاعتهم تروح فين؟ على الباك اوف ذا ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. البار ميزوليفريك دكت بتعمل ايه؟ ذا ابر سيرد اند ميدل سيرد ويل فورم ذا يوتراين او فالوبيان تيوب. يبقى اول جزئين اللي هو ده وده هيعملوا يوتراين تيوب. واللور سيرد اللي اتحدوا مع بعض هيعملوا كنال لما السيبتوم اللي بينهم يدوب فيبقى اتعمل كنال اسمها يوترو فاجينا. يوترو فاجينا. يوترو فاجينا هتعمل ايه؟ يقول لي تعمل كل يوترس الفندس والبودي والسيرفكس والابر بارت اوف فاجينا. مش كل الفاجينا؟ لا مش كل الفاجينا. لسه بيت الفاجينا جاي دلوقتي. بس ما قبل ما اقول بيت الفاجينا جاي منين؟ انتوا معايا يا جماعه؟ عندنا حاجه اسمها ايه؟ بارا ميزونيفريك دكت. قصه مختلفه عن الميزونيفريك دكت. فاكيد قصه الميزونيفريك دكت ان كان في حاجه اسمها برونيفوس عمل دكت وبعدين اختفى البرونيفروس وبعدين الميزونيفريك تيبولز فتحت عليها فتغير اسمها من برونيفريك دكت الى ميزونيفريك دكت. والميزونيفريك دكت دي راحت للبريمتيف يوروجينيتال ساينس فتحت فيه وقسمته دورين. الميزونيفريك دكت في المين والفيميل بيعملوا نفس الحاجات بالنسبه لايه؟ يوريتر وترايجون زي بعض في الحتتين دول بس. طب في الفيميل هيفضل بقيتها بقيه الدكت الميزونيفريك دي الابر اند واللور اند. الابر اند اسمها دكت اوف اب او فورن واللور اند اسمها جارتنر دكت. ده في الفيميل. لكن في الميل هتفضل كلها هتفضل بودي وتيل اوف ابيدنس وفاز واللور اند اوف فاز هيطلع لي سيجنال فيسكل وشكلات دكت. كل ده زياده في الميل. يبقى دي اسمها ايه يا جماعه؟ ميزونيفريك دكت. دي قصتها. نيجي بقى للبار. كيف تتكون البار ميزونيفريك دكت؟ هل في دكت وغيرنا اسمها والكلام ده كله؟ ايفاجينيشن او سيلوميك ابيسيليا والفور اسيبر الدكت دي تو سيلوميك ابيسيليا اتس ابر اند كوميونيكيت ويز سيلوميك كافيتي اند شو ذا جراس اوف فينجر لايك بروسيسز اسمها فيمري. ذيس دكت هاز تريبل ريليشن ويز ذا ميزونيفريك لان هما الاثنين قبل الاسبوع السابع موجودين الاثنين. فلازم اقول ايه علاقه البارا ميزونيفريك دكت بالميزونيفريك؟ يقول ات هاز تريبل ريليشن. The upper bar of the bar of the neutral duct is lateral to the mesonephric. وبعدين الميدل بار بيبقى فنترال واللور بار بيبقى ميديان للميزونيفريك دكت. واللور بار ده هو المكان اللي قدروا يقابلوا بعض هما الاثنين، كان قبل كده بعاد عن بعض. تمام؟ طيب الابر سيرد والميدل سيرد اوف ذا بار ميزونيفريك دكت هيعملوا ايه؟ فالوبيان تيوب. واللور سيرد بس
اللي اتحد مع زميله بتاع الناحيه الثانيه بعد اختفاء السبتم اللي بينهم عملوا كنان اسمها ايه؟ يوترو فاجينا الكنان. هتعمل كل مين؟ يوترس والابر بارت بتاع مين؟ برافو عليك. تعالوا نعمل بيت الفاجينا. شايفين يا جماعه يوترو فاجينا الكنان؟ طبعا هي مش بتستنى لما تتحد مع بعض والسبتم اللي بينهم يدوب عشان يعملوا فاجينا. بيت الفاجينا كله ماشي مع بعض عشان بس تفهموا الرسم. The lower end which is closed, the lower end of the paramesonephric duct which is blind becomes in contact with the back of me. المكان ده اسمه ايه؟ Definitive urogenital sinus cells بتاعته ايه؟ endoderm. السيلز بتاعته endoderm. قبل النهاية بخمس دقايق هيرفع جدا. اوكي يا جماعة؟ أنا ساعتها مظبوطة؟ لا ما جاتش لسه ال 10. لا ماليش دعوة. أنا ساعتي يا جماعة إلا 13 دقيقة. خلاص مين معايا في الساعة؟ شكرا. مش معقول هيكون حد قبل ما أجي بيلعب في الساعة. يلا يا جماعة. اللور إند أوف بارميزونيفري دكت هيزق الباك بتاع الديفيد ريفيور جيتال ساينس. خناقة هتحصل خناقة. فلما زقوا الباك حصل بلوريفريشن اوف سيلز. اللون هيجي هنا. عملوا تشوبر كده اسمه ايه؟ مولاريان تشوبر. ليه؟ اصل البارميزونيفري دكت اللي عملت التشوبر كده اسمها الاخر مولاريان. المولاريان تشوبر كده بص في الكابت بتاع مين؟ ديفينيتيف يورجيتال ساينس. طب اذا كان المولاريان تشوبر كده الاندوديرما مين شاطر او شاطره وانا متاكد ان الاجابه هتبقى سريعه وصح؟ يقول لي نوع الخلايا في البارميزونيفري دكت. انا فاهم اللي انتوا فاهمين، برافو عليك. هو ده مهم في الإمبريولوجي ان احنا نحاول نفهم مش بس نحفظ. لان لو حفظنا بعد نهايه السنه خلاص انتهى كل حاجه. مش هقول معانا لما ناخد الكلام ده كليني. يلا الخناقه يا جماعه. بص معايا هنا. لما اللور اند بتاع البرمي صغير في الضغط زق الباك بتاع الديفكتور يورجيتال ساينس. عمل ستيميليشن في السيلز هنا فتكاثرت. بالورفيشن اوف اندرمال سيلز ات سايت اوف ذا كونتاكت ويز ذا برمي صغير في الضغط هيعمل تشوبركن. اسمها ايه تشوبركن؟ مولاريان تشوبر. اللي زق ايه زق؟ مش دي القاعده اول ما دخلت المدرسه اللي زقك زق؟ صح. اللي زق ايه زق؟ فالمولاريان تشوبر كده ابتدت انها تزق لورا اللور اند بتاع البارميزونيفريك دكت وتعمل تو ماسز الاول لان انت بتزق اثنين دكت في الاول لسه ما اتحدوش مع بعض. فتعمل تو ماسز اسمهم ساينو فاجينال فالوس اثنين. التشوبر كده طلعت قال لك اللي جايين يخلوني اثنين يزقوهم هما الاثنين. فطلعت ساينو فاجينا بالانس هيتحدوا مع بعض فيوجن اوف ذا تو بالانس هيتحدوا مع بعض ويعملوا فاجينا بليز. مين يقول لي اللي هيحصل الخطوه اللي جايه؟ جينيريشن اوف سيلز ان ذا ميدل بارت اوف فاجينا بليد تو فورم ا كافيتي تو بي كونتينوس وذ ذا كافيتي اوف يوترو فاجينا الكنال اللي فقد السبتم اللي كان هنا. لو تفتكروا كان في هنا سبتم تمام. فلما يتحد الساينو فاجينا بالانس مع بعض هيتحد التو داكس باراميزونيفريك مع بعض ويختفي الفصل اللي بينهم. فيبقى وان كافيتي هنا ودي لازم تبقى كمان وان كافيتي لما تبقى كافيتيت. انا عارف انك شطار قوي. الجزء اللي جاي ده انا مش هقوله، انتوا اللي هتقولوه. يا ترى الحته دي هتبقى ايه؟ هاي. برافو عليك. قريتها قبل كده؟ والحته دي اللي هي ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس اللي مقفوله باليوروجينيتال ميمبرين من تحت هتبقى ايه؟ فيستيبيول اوف فاجينا. يعني ايه فيستيبيول؟ مدخل الفاجينا. بيلو ذا هايلاند المنطقه دي تبقى فيستيبيول اوف فاجينا وطبعا الدكتور النيورو جيت الممبرين والكينات. فاهمين معايا ولا لا؟ فهمتوا القصه دي ولا تاني؟ الفاجينا اتكونت ازاي؟ يلا الخناق. التو باراميزونيفري داكت هيزقوا الباك اوف ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس تو ستيموليت فورميشن اوف تيوبركل. اسمه ايه التيوبركل ده؟ مولاريا تيوبركل. نوع السيلز بتاعته؟ اندوديرمس. هيعمل ايه المولاريا تيوبك؟ واحد يقول لي هيزق. It will form two bumps which will cross backward and upward pushing the two paramesonephric duct upward. مين التو bumps دول؟ اسمهم ايه؟ ساينو فاجينال bumps. The ساينو فاجينال bumps will fuse together to form vaginal blades. ولما اللي فوق السبتم راح وبقى كلام كافيتي واحده ده لازم يبقى كافيتيف كمان فيحصل كافيتيشن عشان نعمل لور بارت فاجينا. خدتوا بالكم ان اليوتر فاجينا الكلام دي عملت كل اليوترس والابر بارت فاجينا والفاجينا تكمل من الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس.
اهي. وزي ما انتوا قلتوا لي ذا باك اوف ديفينيتيف يور جيتال ساينس ويل بي بيرفوريتد تو ريمين از هايمن، مش جنريت، بيرفوريتد تو ريمين از هايمن وبيلو ذا هايمن ذا ديفينيتيف يور جيتال ساينس ويل بي ذا فيستيبيول اوف فاجينا. دكتور السيرفال لاينر برضه دي جت من ال من التيوبيك اهي. حتى انا عملت نفس اللون عشان تفهمي ان التيوبيك ده عمل باكورد جروس وزق البارابيزون في الباك الاول كتلتين وبعدين كتله واحده وبعدين كتلايزيشن. تمام؟ بصوا معايا صوره ثانيه. اهي البارابيزوليفيك دكت، شايفين السيرتم يا جماعه اللي بينهم؟ جنريت، شايفين هنا؟ طبعا هنا الجزء ده اللي هيبقى المولاري تيوبيك اللي بره ورا اهو، ده الاصفر دوت، لان النيوترو فاجينا كده عملت الابر بارت فاجينا، يبقى ده كان الساين فاجينا البارب اللي اتحدوا مع بعض وعملوا فاجينا بليت، شايفين الكلام؟ تيشو اوف ساين فاجينا البارب فيوز توجذر هيعمل فاجينا بليت. اوكي، وبعد كده يبقى كافيتيتد عشان يبقى فاتح على الانتراي كافيتي من فوق. الجزء البني ده بارابيزونيفيك، الجزء الاصفر ده مولاريان تيوبيك. الصوره دي احسن. ادي ساين فاجينا بارز فاجينا فيوز، بقى هيعملوا فاجينا بليت يبقى كافيتيتد. هنا مين؟ الهايمن. والحته دي اسمها ايه؟ مش مكتوبه هنا في الصوره، فيستيبيول اوف فاجينا. ده الكلام النظري. ايه الانوماليز؟ فيلير اوف فيوجن. فكروا معايا، طبعا اسهل انومالي فيلير اوف بيرفوريشن اوف هايمن، لان هايمن كلوز. ايه مشكله البنت؟ وقت اول المنستويشن ذا بلاد ويل نوت سكيل، وتيجي للدكتور او الدكتوره تقول لها انا عندي مغص وسخنه، هتسالها سنة كام؟ حصل منستويشن قبل كده ولا لا؟ لا ما حصلش. تمام، تيجي تشوف وتعرف السونار بالاكزامينيشن ان الهايمن ايه؟ السونار هيوريها في بلاد متحوش جوه اليوترس، وبالاكزامينيشن هيوريها الهايمن ايه؟ نوت بيرفوريت. طبعا دي بيبقى سهل جدا ان تفتح فتحه في الهايمن يسكيب اوف ذا بلاد، ولازم تاخد انتبيوتيك لان البلاد اللي اتحوش جوه ده حصل فيه انفكشن، ولازم تاخد انتبيوتيك لغايه ما تخف والسخونيه ايه؟ تروح. دي اسهل حاجه نفهمها في الانوميز. امبيرفوريت هايمن، ففي امبيرفوريت انس في امبيرفوريت هايمن، هو المفروض يبقى بيرفوريت. فاهمين معايا؟ طيب الفيلر اوف فيوجن بقى اعمل تباديل وتوافين. البارميزوليفر بتاعك كومبليتلي نوت فيوزد مع بعض كومبليتلي، هتعمل دبل فاجينا ودبل يوترس. واعمل بقى توافين تباديل وتوافين وانطلق، حصل بارشال فيوجن وسيبريتد بعد كده. فيقول لي في حاله ثانيه ممكن نلاقي فيها دبل يوترس وسنجل فاجينا. سنجل فاجينا سنجل سيرفكس دبل يوترس. سنجل فاجينا وسنجل سيرفكس وسنجل بودي، لكن الفندس نزل منه سيبتم سبتيت يوترس، يعني في كافيتي واحده بس سيبتم جوه. او اقل حاجه بقى ان كله كافيتي واحد بس الفندس نزل منه حته كده مش واصله انها تعمل ستاره جوه سيبتم جوه، اسمها اركلوك يوترس. هي تبديل وتوافيه يا جماعه. احنا طبيعه عندنا ايه؟ سنجل كل حاجه فاجينا واليوترس باجزاء وسيرفكس وبودي وفندس. تمام؟ وطلعوا من اليوتراين تيوب. طب البارميزوليفر ده لم يتحدوا تماما، يبقى النتيجه عندنا ايه؟ دبل فاجينا بس كل واحده فيهم سمول سايز لان الكون مقطع. فاهمين يا جماعه نفس الكلام بالنسبه لليوتكس، مش فول سايز. فهنلاقي ان هو عندنا دبل فاجينا دبل سيرفكس دبل يوتكس، قلل حلقه اقل شويه يبقى سنجل ايه؟ فاجينا بس دبل سيرفكس دبل ايه؟ يوتكس. قلل سنجل فاجينا سنجل سيرفكس لكن دبل بودي، قلل سنجل بودي بس الفاندس نزل منه سبتيت سبتم، وبعدين قلل خالص كله حاجه سنجل بس اليوترس الفاندس السموث الكونفكس الحلو ده يبقى نزل منه ديبريشن مش واصل لجوه اللي هو الباي اركوت ايه يوترس. طب ما في حاجه ثانيه يا دكتور اسمها كافيتي بتتكون، الكافيتي ما اتكونتش يبقى اتريزيا. ممكن يبقى في عندنا ايه؟ اتريزيا اوف سيرفكس او اتريزيا اوف فاجينا، يعني مقفوله. والامبيرفورت هايمن دي اللي انا قلت لكم عليها قبل كده. ادي الصور اهي يا جماعه، شايفين ده؟ ده دبل كل حاجه. شايفين هنا؟ فين الدبل؟ اهو، ده دبل فاجينا لكن سوري سنجل فاجينا ودبل سيرفكس دبل يوترس. تباديل وتوافين، لكن الحاجات دي بقى اتريزيا، هنا اتريزيا في مين؟ سيرفكس، وهنا اتريزيا في اللور بارت في مين؟ فاجينا. تمام، هنا ريدومنتري وان دكت. يعني وان دكت ما اتكونتش تماما وبالتالي ما لحمتش مع اختها. فيبتدي اليوترس يبان ازاي؟ يقول لي فاجينا واحده صغيره ويوترس صغير وفلوبل تيوب طالعه منه، والفلوبل تيوب الثانيه الهيدومنتري ضامره مش كامله. فاهمين معايا يا جماعه؟ كده خلصنا الجينيتال داكس. ما
المره اللي جايه هروح سيرجي تاني وتعبت كده.